زاد العرض فقل الطلب هذا هو حال أسواق الرمان والذي تعيش حالة من الكساد حيث وصل سعر السلة من هذه الفاكهة إلى أقل من ألفي ريال ليصبح مالكو المزارع الخاسر الأكبر في ظل صمت من الجهات المختصة بتشجيع المزارع حرام أن تكون السلة هذه بألفين ومائتين ريال أو بألفين 2300 وأيام تقيب أو وثمانية ألف ليش ما نكونش نخزنها في أوقات محدودة وتكون السعر متوسط يعني مع 1250 من وخمسمائة من ال4 و200 هكذا لكن مدينه بيع ب 2500 بيع ب 1200 ب 1500 مش حرام بالله عليك معاناه مالكي المزارع تتلخص في اغلاق منافذ التصدير امام محاصيلهم حيث ان هذا الاغلاق يعد احد الاسباب الرئيسه التي ضاعفت من المعاناه ناهيك عن تحمل المزارع عبء تكاليف وقود الديزل واسعار المبيدات الحشريه فالمحصول لم يعد يغطي النفقات وهذا ما دفع الكثير منهم للتحول عن زراعه المحاصيل الحيويه الى زراعه القات هروبا من الخساره المحتومه. احنا نطالب بفتح المنافذ كل شيء بوره لا عبه فايده مع مزارع ولا ادري اتحك الخساره والله يا اخي زرعنا الرمان معي 500 غرسه بيب من الزارع لها ورشوش ودال الان ما خرجوا بيع من 2005 ما معي من مكسب مستقبل اليمن وزراعة الفواكه بين سندان الخسارة ومطرقة العزوف عن هذه الزراعة والاتجاه صوب الزراعة القات والتي يعدها الغالب الاربح فأين دور الجهات المعنية لتوفير ثلاجات خاصة بهذه المحاصيل كي يعم خيرها طوال العام ولا يقتصر على مواسم فقط وسؤال آخر يطرح نفسه لماذا لا توجد جهات معنية بفحص الثمار ومطابقتها والمقاييس العالمية لتصدير هذه البضائع الى الخارج وتلافى كسادها وتلفها في الاسواق اليمنيه محمد الصار